يا كرهك. السلام عليكم بابا. يا شلون بابا؟ اقعد. السلام عليكم. ماكو شيء ماكو. من وين تجيب هالاشكال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هذه خلقه واحد جابلها. عليكم السلام. اقول اخوي. هلا. شو السالفه؟ ليش الاجتماع هذا؟ انت مستكام بيو جميله؟ اي نعم. اي دش دش. تفضل. دام فضلك. حياك. كنا هذا هو العنوان. خليني ادش واشوف سالفتهم هذيل. السلام عليكم. عندنا اجتماع. اجتماع؟ ايش اجتماع؟ انتوا قاعدين عشاء وطقطقه؟ انت من سكان بيوت جميلة؟ اي انا من سكان بيوت جميلة. اعتبر هذا وعد؟ وعد؟ ويعه. تفضلي تفضلي. ما بعينك اللي ما تستحي على وجهك جليل الحياة. تفضلي حياك حياك. لا حلوة. هنا بانور. يا بانور. بانور. هالرجال 24 ساعة بالحمام ازهير وتزهير بانور رد عليه مش بلاه ماخذ حمام مخاولة هالرجال بانور يا بانور يا يب وش بلاه جنب الحمام تجيب اطلع الله يديك محتب الحمام بالحمام وينك فيه تعال الله يهداك حمامك تبيني اساعدك كله مش قايل اليوم ايش فيك عشان تعال يبا تعال اقول الحوت شنو صار زحمة خير وش عندنا؟ اي اليوم عندنا عفسة طقطقة وعشاء كل شيء وغنوه. من هو اللي بعشينه؟ من هو؟ عسى مو على حساب قناص بس. ومن قالك على حساب قناص؟ اجل من على حسابك. على حساب رعد الساكن الجديد. انت نسيت ان كل اربعاء وخميس عنده طقطقه بالليل. اها. اجل من هواتم على حساب رعد. اي. اي القناص اعرفه ما يهرب العبث ابدا. ما تشوف لك متهمه وكاستر. لين الله لين الله لا تخاف لا تخاف. وش اللي صار؟ وش اللي صار يا عيال؟ ما طلع من داره؟ انا للحين ما شفته. حزام قول حق عمك وصلوا المعازيم. ان شاء الله.
اقول لك ايش السالفه؟ ايش عندكم عيد ميلاد عرس بطقه عشاء سالفتكم؟ يلا 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 ايش قلت انا؟ بخير. هلا والله هلا. مشكورة على البشت، ما قصرتي، بيض الله وجهك. رزة ها؟ اي والله رزيتيني طلعتي وانا محسوب عليك، عدليني. شوف بس تخلص اقصاده نشتري بني هالمرة. شاري تقصود؟ دينارين بشت. لا يبا بقطع دينارين، ما حد يدري. والله؟ ما حد يدري. انزين يلا ماشي. يلا يلا. ادول ادبيل الهجومة ويانا. اي حكومة انت الثاني؟ هذا هذا قناص صاحب الدعوة. هذا اللي بيعدينا. ما ادري. الله وينك؟ وين حماية الشخصيات؟ عند وجهك ارجع مثل ما جيت. لا 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 تفهموني قلق. مو بابوت لاته. بابوت لاته. يبوس راسي. ما ابي احد يبوس راسي. هذا انباس راسي يا ابن اللا نمطي هذا اللي حابين فيه عليه. يلا يلا يلا. قصدني بعد اخر عمري يصير فيني لا نمطي. يلا. وين راح لا نمطي لا نمطي. شو اقول؟ خطبتك ناس يا خبص قلبي نسال الاولي والتالي. يا معود الناس كلها يا تسمع. عاد انا وايد عندي خطبان. اي واحد الاخيره. الاخيره اي الاخيره اللي إيه؟ اللي فيها ريثمه وحيثمه. اي اللي فيها اللي اولها ريثمه ولا حيثمه؟ لا لا اولها حيثمه اكيد. اي تخربها ترى بي هيك. اي بي يلا يلا اخواني اخواتي الحضور، عمي قناص يبي يلقي كلمته. تصبح حار. أيوة الأخوة المواطنون. ويا قاعد أخطب حق حصن أنا. مواطنون؟ أنت مواطنون؟ أيوة عندنا المواطنون. أنا قاعد أحاكي الشعب. عندنا الشعب. انجب. حاضر. أيوة الأخوة. أيوة. ايوه الاخوه المواطنون، ايوه الاحرار، ايتها الماجدات، ايها المجاهدين، ايها المجاهدون، الاخ الخسر. مو هذه يا معود، مو هذه. هذه؟ هذا دلف وانت كين منه. اي راح. وش لك انت من انت بالدنيا؟ ما ادري انا اي 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 خطبه. الخطبه اللي في ظل. اي في ظل اي 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 في ظل اي عرفت اي اي اخواني طبعا كلكم ملاحظين شيء جديد بالكويت في ظل الاشجار المزروع من الدائري الخامس للدائري السادس شفنا ولله الحمد كيف الطقس تغير عندنا ذمتك هالونوب هذا ايش عرفها بالطقس اي شنو مرت جميله جميله اي حقيقه اخواني اخواني المحسنين تكفون بالله وبيكم على خمس دنانير يسوون شغل ترى هذه مالت الطرارة متعود على اي ما متعود على طقوك اي اللي طقوني اي 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 عرفتها عرفتها واني في ظل المشكله القائمه بيننا وبين السيده جميله لا تقول السيده بيننا وبين الكلبه جميله وبقرار من هيئه الامم المتحده المرقم ب 1441 الصادر من هيئه شؤون الاسكان ها وبتأييد من الصليب الازرق احمر ازرق غيروا له احمر صليب احمر تعلم تعلمني بالصلبان انا شايفه مكوت تعد انت تعد الصلبان ليش شغلي هذا مال الصلايب اللي هلها وبتأييد من الصليب الاحمر قررنا ما يلي انا احتج انا قلت شيء علشان تحتج يا سلطان انت الحين مو تقول قررنا اي انا محتج حتى قررنا ممنوعوها والله يا قناص لا تستبعد هالايام الديره ما فيها قرارات يا ممنوع يا مأجل صادق اي والله اي والله الممنوعات كثرت ليهني والمسموحات قلل ميح ما قلل اي والله اي والله كناص هلا يا ابن الحلال انا قاعد اقول لك انا محتاج عبرني متسكتين هذا ولا شق حلقه هذا منشق روحي له هذا منشق وشغل المنشقين عندي تعال انت يا المنشق من هو المنشق انت اللي منشق
يا رجال بلاك انت، شقك اطول منك انت وذاك المنفهق اللي وراك. الله لا يبارك فيك. الله يخسك يا سلاطين، عرفوه؟ لا انا عنك انت يا ابو انور. عني انا؟ اي نعم. والله ما تقول ايش دراك؟ كل الحاره تحكي عنك. كل الحاره؟ كل الحاره. يا جماعه ايش فيكم؟ الله يهداكم، سكتوا شوي خلنا نسمع الريال ايش يقول. والله ما عليك منهم، انا اسمعك. والله عاد عندي قصيص. قول. والله عاد عندي مواضيع، عندي مواضيع كلها تخص المواطنات الصالحات. والله والله هني المواطنات. امشي امشي. يلا سبروا قدي، جريت الحياة. هذا زايد قاعد اساعدكم. والله ما حطلب منك تساعدينا. سبروا قدي. ياكل هالجي ياكل اللي رزوا روحهم. الحياة. اي حياتي، هذا يسمونه بعلم النفس تعويض نقص. وغيرة من جمالي. غيرة وانت بعد مفتونة. انا ليت حاجيك ما اقدر اتشابس اغمض. اي والله كم مره قايل لك؟ قايل لك بالاجتماعات لبسي برقع. اي والله الله يعينهم. الله يعينهم. الله يعين الشعبي. والله انا الله يعين الشعبي. والله الله يعين الشعب. لو انا عنهم لا صوتك اغمض مولي خشر اخطرك. والله واخلي خل اروح اسمعها كلمتين بالعظم خلقها علشان ما تبطل حلجها الا بامر منك. طبعا شي والله فوضى على بالك. تعالي انت يا الجكره. بل ان خير زين سوي انت. انت يا الجيكره. هذه مو انت. اي والله لا ها. اي زي سوي. اي زي سوي. زور زور. انت شو اسمك يا بوي؟ مشاعل عبد الصمد. مشاعل عبد الصمد؟ ويبا تلقين الاسم ماشي يعني. شلون؟ مشاعل عبد الصمد كنا معصومه مناحي. بس مو مهم، انا عندي الجوهر، المهم الجوهر. انت خيرها. زين سوي فيها. ايه اللي خليت الناس يضحكون عليها. بعد. انت وين ساكنه؟ بالحساوي. اي حساوي؟ اي منطقه؟ حساوي. حساوي كبيره، انت وين؟ انا خيرها. زين سوي. اي قطعه؟ قطعه ثلاثه. ثلاثه اي صوب؟ شارع 11. لا شارع 11. الحين خيرها. لا والله احنا قاعد تلعبها. زين سوي. شو اسوي بعد مره ما اقدر اشب عليها وايد. قلت لي ولدي شارع 11. رقم البيت كم؟ 8. حلو. يم المصبغه ولا يم الخباز ذاك الثاني؟ لا يم الخباز. بق البيت الخضر. اي اي صفقتين. اي اي هذا اللي في جرسين. اي باكر الساعه 10 عندك انا. الساعه 10. فصخنا وقعدنا. ليش ما تعطيها تليفونك تروح تتغدى عندها باكر؟ هذا اللي بيصير. هو هذا اللي بيصير. ليش بيصير؟ على الاقل نكسبها كصوت ونستغلها مفتاح انتخابي. والله هذا مو مفتاح انتخابي، الا هذا مغازل العلني. انت كل شيء زين ما عدا هالنيه الشينه اللي عندك. شالك مو جبيلي 16 سنه معلقني. هو وليش بعلقة 16 سنه عسى ما شاب؟ هو هذا مو شغلك. يلا 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 ثبري شريكة الحياه. يا لجمة يا حبيبتي، احنا الحين دشينا السلك الدبلوماسي، لازم نكون سياسيين لاقصى درجة. السياسة اللي فيها مغازل ما نبيها. يا حبيبتي السياسة ثلاث ارباعها مغازل، علامك. غازلني انا؟ الاقربون اولى بالمعروف. ايش فيني ماني حلوة؟ بلى بلى كنت سرايب وفتيلة اللي تشوفي حبيبتي. انت زهرة حياتي ووردة كل البنات. ايه يوز ولا تغازل قدامي. ان شاء الله. اقول سلاطين. هلا هلا. كأنها ترى صارت بينهم. لا إيه. لجمة. نعم. كان تبين الفزعة ترى أنا بالشوف. إيه وأنا عند وجهي. لا بالله راح الليل علينا عمي. بلش يا عمي. سكت أمك وأنا حاضر. والله لا تغازل وأنا أسكت. ويصاجة يه تغازل ويم. يا جماعة أكو واحد يغازل ويم هالقمر لجمة. أي والله. أنت ما تستحي يا قناص. يا المنافق أي الدجال على هالحكي أخ منك أخ. قناص. نعم. ترى ضاقة صدورنا. في اجتماع ولا نمشي؟ يبا في اجتماع عمي قناص. قول كلمتك. يلا قول يبا قول قول. نرجع حق محور حديثنا. تعال أنت لو تفكنا من محور حديثك وتفكنا. لا تغلط على محور ولدي. من زين محوره. إي. تبيني اراويش محورها انه محور زرزور ذكر. عيد عندك خبه من محورها. يلا كمل. شو اكمل؟ ما خلصنا. ما بدينا احنا. اي صح صح. اي ما بدينا. اي ايوه اخوه. للامانه اقولها ودائما ارددها. اتت فكره هذا الاجتماع الطارئ من منبع افكار السيده لجمه خلفان.
لجمة خلفان هي صاحبة الفكرة وأتت هذه الفكرة من منبعها. أي والله والله صدق كل هذا من منبعي. من منبعي قول ما قلتي من منبعي منبعي عشان ما تعرفينه. شو أسوي لساني عيس وأنا أرزز فيك منبعي منبعي. أتت هذه الفكرة من منبع أفكارها، لذا قررنا عمل اتحاد ضد اتحاد جميلة صاحبة المنزل. حسبي الله عليها هالجملو. نعم. املأ وزتنا كل شهر طلعت لها طلع شكل. اقول لك شفتي إيه؟ لاحظتي كيف إيه لاحظ إيه؟ مره تبينا نصلح بواليعها. شفتي كيف إيه شفت إيه؟ ومره تبينا نعدل درايها المكسور. انا عندي قصيص إيه؟ والله لو اقول لك إيه؟ وان ما لقيت شيء زادت علينا نجاح. والله انا لو عندي قصيص لو اقول لك موتي من الضحك. انتهى بلاوي والله. ما تخلي انا كذي صاير دي شرومي قعدي ما تخلي صدق ما تستحين والله احنا حق مجتمعين مو علشان نحط حد حق اطماع جميله. أسكم أدور لكم واحد وينه؟ تعال 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 من هو؟ تعال. من هو من هو هذا من هو؟ تعال يبا ترأس الجلسة. لا يا عمي قبل حلاها قناص عوض مجلس وين راح قناص؟ قناص خلاص أنا حاطة مسجلة ببطنة ويسجل بس ما عليها. لا عمي هريث هريث لا. بس عيل ولا كلمة استريح صادق. أنا المستشار مالنا ترى لعلمك. يلا حاضرين تفضل تفضل ولا كلمة. حاضرين أسفين أسفين يا قنصنص. ما بك تدلعني مولية. ليش؟ لأنك يا حد قنصنص قاعد أدلعك. ما بك تدلعني. إخواني إخواني هي شلي منكم عيون أهلك. أنا رحت وطي. الحمد لله. إخواني تكفون يا الربع تكفون يا الربع، ترى ضاق الصدر وانتخيت. خيت تكفون يا الربع، ترى ضاق الصدر وانتخيت. خيت ترى المواقف فعلها دايم على رجالها. عالها ترى المواقف دايما دايم فعلها على رجالها. عالها وتكفون يا الربع، ترى ضاق الصدر وانتخيت. وترى المواقف فعلها دايم على رجالها. صدر وانتخي ترى المواقف.
جزاكم الله خير، قواكم الله وما قصرتوا، رايتكم بيضة. وتلاحاتي وما توعته. تلاحاتي وما توعته. وتلاحاتي وما توعته. سكتوا. وين العتة؟ بس يلا بس، شنو العتة؟ متناسل. وين قاعد المطعم انت؟ هذا على باله، احنا عندنا ماكو انتخابات فرعية، يبا هذا اجتماع عادي. سكتوا! سكتوا ولا طلع يلا! بس يلا! نعم! يلا عطهم من الحكي! أي حكي بعد أنت مع طربوشك هذا فيه؟ أنا أقول لك الحكي! أيوه! أيوه! البلوطي! أيوه! ندندعوني قصدك! لا! ندندعوني! أس! أنا بحكي! خلاص كب! أمك بتحكي! إخواني! إليكم الآن كلمة السيدة الفاضلة لجمة خلفان عبيد. لجمة معروفة في مجلس التعاون أنها دائماً تلقي جواهر حكم، فأرجو كل واحد يطلع ورقة وقلم ويكتب أقوال السيدة لجمة خلفان. فلتتفضل. أخواني أخواتي، لا أخواتي لا، أخواني، إحنا اليوم حتى نحط حد حق اطماع الظالمه. جميله حسبي الله ليش جميله يدخل من الدنيا واقع. هاي الخطبه هذه هاي عانه ملتشون، هاي رايحه تطرين بيت الزكاه. رجلي روحك اجتماع مهم مقوره. عملي دوري على نفسك شوي. نحط حد حق اطماع الظالمه جميله اللي ما تخاف من ربها. اللي كل يوم زايد علينا الاجار. ليش؟ ليش؟ احنا شنو؟ شنو؟ احنا وادم؟ لا ليش هذه؟ ليش؟ كتبوها كتبوها ها؟ هذه هذه مهمة. حكمة حكمة. اي حكمة. وجايين نحط النقاط على الحروف. وجايين نحط النقاط على الخروف. وش خروف؟ انا ادري. نقاط على الحروف، انا علس وانا علم فيك وارزت فيك. نقاط على الحروف مو الخروف. الخروف ترسى نقاط يا بنت الحلال. الخروف يمشي ويقطط نقاط وراه. والله على يستاهل متى والله ما اعرف. والله قبل يعورني انا. نحط النقاط على الحروف وانت السلطان وبنور شغلي وابو الترخيص رسمي. اي نعم. ايه شكرا. عفوا. لذا وايضا قمنا في الاثناء بانتخابات، اجرينا انتخابات نزيهه جدا. نقيقه. اي والله. رقيقه. وفزت انا ب 99 وتسع احشار من الاصوات. نعم. وفازت بدعت شقت شق ما يتخيل. فازت لجمة خلفان 99 وثمان احشار. وعينت انا نفسي رئيس المجلس وهي نائب الرئيس. لحظة جناس. نعم. الانتخابات صارت متى؟ يا دافع البلا بلا بلا كنت يا سلطان يا بن الحيز علامك انت ما انت يمنا ما تبعنا الا داق هالعشاء والرقص ولاهب كل اول وتالي فكيناك من الاذيه. وصلنا اصواتكم حق انتخابات ثانيه. لا من يقول؟ اي ما نعترض. انا محتاج. شوفي انا ترى هالشغلات مالي خلقها. واحد يعترض ودي اشك حلقه ما لي شغل. لا 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 ترى في المجلس ترى كلمتين طيبين يسكت. ما عاد لا في المجلس تخرب علينا. روح قول كلمتين. شو اقول له؟ اي شيء. ترى شوف ان رادتني بلا. لا لا ما يراد ما يقدر. انا هذا معارض خرطي. سلطان. لا 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 شنو؟ لا 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 سلطان. لا 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 بيجر بيجر مو سلطان. شنو؟ لا 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 تحاول معه يا سلطان. انت خش ولد وطيب وبن حلال، لكن عيبك ان لسانك طويل. ها. اي ولا عيونك ترسى موافقه وقمص. اي والله مو بس هو. أي. انت طالع ذاك اللي من ثول من الديمقراطيه اللي فيه. ما شاء الله عليه هذاك خالص شيخ الضفادع. اي خالص هذاك. بس ترى وين الديمقراطيه؟ انا ما شفتها. انت امي ما تشوف. اسمع عليه. هذا امي. عن الغلط. أنا الرئيس إلي رجاء لا حد يغلط على الثاني. قم إغلاطية ما يعرف هذا. هذا خاف ما يعرف حكينا. ما يعرف. شو بتحكي؟ كا كا أنت ما تشوف. ما هذا ما يعرف من لبنان ما يعرف. من لا أنت 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 تب أنت. أنت توي كلام أنا حطيتك حتى عند حدوتي اللي بعدين أدرك تكه. إيه شنو هذا؟ لو
سكت عرف لي ايه الحياة. اي والله هدوني عليه. اي والله روح له هدوني عليه. عندك اياه ما حد يعرفنا غيره. حقيقة انك تليل على حد ولا تستيح على وجهك. حنا عميان عدل عرفت شلون؟ لكن قلوبنا مفتحة. لا تزور وايد وراك ناس. لا تاتب على نفسك وراك اعضاء غيرك. خلني احاول احاول هذا انا احاول. تفضل حنا عميان. يا بن الحيس انا مالي خاطر عندي. لا 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 على شاني فوت. حاضر بس على شاني يا قناص. يلا بس يا قناص. نعم الوجه بالوجه انا اخوك. اي الوجه بالوجه مداعم. مداعم يا الله شنو عندك من الشر؟ اقول لك الوجه بالوجه ابن الحلال. الوجه بالوجه مقلم. وش اللي قلمه؟ اقول لك الوجه بالوجه ابيض. هذه هذه ابيض. تفضل قناص. نعم لا تاخذنا بين الهجر الفاضي. انتم تقاسمون على ناس بيكم احنا واقفين تقول ننطر اعانه من الشؤون. اهلي وبلا حكي. نعم ترى هذا بيخرب شغل وبتطير المراكز بروح الخير. شو نسوي له؟ حاطه منصب كرسي اي شيء. جننت يا ابني. اي ما يخالف. شوف هذا وين احطه؟ اي شيء يا ابن الحلال. يلا شوف له شغله. احطه مدير برج المراقبه بالمطار حق الطيران. ايوه حق الطيران تصير بردي علينا. احط المدير نادي الفروسيه للرمايه. وين الخالات؟ فولي لقد تم تعيين السيد سلطان بن الحيس امين سر المجلس. قناص. نعم قناص ردي يا جن الحيه. ردي من يعادي. ها ردي من يعادي. جلس القصيده ما قلت عليك. حاضر اقولها مره ثانيه. اي قولها. قناص ردي من يعاديك يا راعي الفزعات وقت الشدايد وسلامت. دناس وين العتب؟ بالتلاتل. هذا شوف شوفوا لكم شوفوا وياه ولا ترى برتكب جريمه. هذا من يايبه؟ هذا عنده جنسيه اللي جايبينه. بعطيك توت انا. عندك جنسيه؟ ايه شكلك كنا ما عندك. ما تبي توتي؟ بل نبي توتك بس الذنب. انت قناص؟ نعم اشوف الطيور طارت برزاقها وحضرتك وزعت المناصب. يا ولد بالله انا وين منصبي؟ انا بشك بهدومي والله ما طلع. يا ولد الحلال لا تستعيل على رزقك سهمك بالبايت يا انور يا ابو انور. اخواني لقد تم تعيين السيد انور وانور رئيس هيئه رؤيه هلال شهر رمضان المبارك. والمسؤول الاول لمتابعه الاقمار الصناعيه التي تحوم في اجوائنا للبحث عن اسلحه الدمار الشامل حفاظا على امننا القومي. مشكور مشكور يا قناص الناس. اعطينا منصب صار جنس. اقول يا سلطان. هلا هلا. ترى العم قناص ما قصر. عطانا خوش مناصب. صحيح ويستاهل بوسه على الراس. لا 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 خده خده احلى راسه وخده. ما ابي حد يبوس. قناص مني انت من اسبوع فيك بوسه يا جد الحي. بوسني انا بوسك اعطيتني منصب. بوس بوس بس 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 حرش وجه العنكل عليه كنا ظهر مزلقانه. اقول قناص هلا والحريم ما لهم نصيب في مجلسكم؟ من يقول الحكي ومن يقول؟ لو المسألة رادة لي كان المجلس طقة واحدة كلهم حريم والريال الوحيد أنا أتكسر وأعطيكم شاي. تفضلوا. ما تخلي هاي ما تخلي. قلت شيء. ما تخلي. أنا بسألك سؤال واحد بس. سؤال واحد. نائب الرئيس طالع الحداق على نفسه. أنا ماني ترس عينك ماني مرة شايفة شوار بترس وجهي تربي أرضك وقعدي ولا تدخلين عصك بشيء ما يخصك. يا بنت الحلال احنا عطينا هالعرباين عطيناهم مناصب وسكتناهم. بنت هالحلال هذه جايه خل نعطيها منصب. انا دخلت المجلس انا اطلع. لا 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 لا
صوتنا تبينهم يطلعون. اقول للناس ليش ما تستخدم سلطتك في المجلس وتحط عناد على لجمو؟ نعم، ليش ما تستخدم سلطتك في المجلس وتحط عناد عليها؟ ايش معك والله حلو. شنو صدق مثل يقول يعقبك وعقبك حط رماد بمقبك. انا بسال من اللي حط الرماد بمنقبك غيري؟ شيرت الحلايه لجمة يا بنت خلفان، ارجوش لا تخلطين على ناخبيني. رجع مالت على الناخبين؟ لا الحكي ضايع معاك اخواني. لقد تم تعيين السيده فلافل عبد الصمد. لا مشاعل والمشاكل مشاعل عبد الصمد رئيسة اللجنة الثقافية والترفيهية في آن واحد، واللي ما يعجبه القرار هذا ينسحب. الله، عقب 16 سنة انتظار انسحب؟ اي نعم، مثل ما قلت لك يا لجمة، اللي ما يعجبه القرار هذا ينسحب. أكرم خزام موسكو. أنا بنسحب لكن خلت فيدك، وأنا الآن أطردش برا إن أخذت عصبش وفراك تفت فت. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. قوت الله عبي وما توعد وين العدل؟ عمي هذا يفيد معاه محور، شوف وجهه صيني. هذا هذه الحاله مشاكينها في الكويت. لا انا مطي المطي امك. عرفنا زين يسوي فيك عمي. نعم خلي يولي هذا مسكين بيموت بعد كم يوم. ويطلع زعلانه خل حل المشكله. ايش قلت؟ ويطلع زعلانه خل حل المشكله. رجاء شب ولا كلمه، ما احب اسمع اي واحد يقول عندنا مشكله. احنا مشاكلنا بسيطه نحلها بيناتنا، احنا اسره واحده ومشاكلنا محدوده، وكلمه مشكله ما بيسمعها من اي واحد منكم. عجيب. اي نعم. شلون ما عندنا مشكله؟ هو نائبه الرئيس انسحبت، وبما ان نائبه الرئيس انسحبت اللي هي نظر عيني قناص، انا منسحب من اجتماعكم تضامنا معه. ابركه ساعه والله، بس ابركه ساعه مليون مره. روح مكانك المفضل الحمام. وايد ابركه قناص. نعم. هذا ليش انسحب؟ يبقى جنبوزه دعايه انتخابيه طابور الخامس، ولا جنبزه لا عندنا مشكله ولا عندنا شيء. والله ما عندنا شيء. هذا ليب، احنا كل اللي عندنا سحابه صيف وتنقشع. حسافه والله يا عم قناص، ما قدنا المجلس بيفرق بين الحسافه على الغديات والعشاء 16 سنه. هذا ربعي هذا يعايروني باللقمه. انا بسحب. اقلب وجهك طلع عليك. انا بسحب. ابرك ساعه. يلا يلا يلا. والله لو يصفى المجلس علي وعليك ما يوقف. ما عليك قناص. نعم. شنو هذا؟ أمة تنسحب وطارش وتبين أنا قاعد هني؟ لا يبقى تنسحب وياهم. يا الخبل عدت من بدهم. أنا أعزك وأحبك يا حزام، أدري إنك تكسر خاطر مع عشك محدود، لاقي لك خوش شغلة العصاري يطلع لك 250 دينار بساعتين. حلو. وين؟ مدينة الملاهي. مدينة الترفيهية. الترفيهية. حلو. يعني شو أسوي؟ ماكو، تشمح كذي وتشيل لي أهل. على ربع. يعني حمار. إيه حمار إنساني، يعني حلو. تخدم ابناء الشعب. ما تبي ايه؟ ما هذا عام، انتوا هذا عيبكم يا الكويتيين، كله تبون مكاتب وسكرتيرات. انا بس حق المغازل. مو هني لا تول، هني 200 دينار تشتغل حمار، هناك تشتغل 70 دينار كلب، نص ساعه ساعه تشوف لك اي مكان تشتغل شادي 40، صارت 90 يعني. نعمه مامي بسحب وياهم. انا بسحب وياهم. جهنم. كفو نعمه. يقول الناس. نعم. شوف سحبنا الصيف كبرت يا سلطان يا من الحيس. علما ياسلك ويتعداك. رجاء لا تدخل نفسك في شؤوننا. صحيح دشيت المجلس لكن لك حدود. زي قناص. قناص تكفى يا قناص. شنو اقول؟ دام لجمة نايبة الرئيس انسحبت حط لي بدالها. شلون انا هني وصولي مع ان لجمة هي اللي حطته، هي اللي رشحته. تذكرين ولا لا؟ سلطان من الحيس. علم ياسرك ويتعداك مرة ثانية. الكبير فينا الكل لازم يطيعه ويقول له أمرك مطاع.
ولا حكى بينا الكل لازم يقول له امرك مطاع. نعم نعم صحيح كلامك، لا حكى كبيرنا هالكل يقول له امرك مطاع. اي شلون مثل الكتويل مع الهوى يفتر. انزين وانا انت شيك انا انا عفست المجلس عشان ايش تبين اسوي؟ ايش اسوي؟ انت تفرغي لي انا شلون؟ انت ما عندك مسؤوليه شيء؟ لا خوش هذا اللي ابيه. مطلقه بعد تقولي ما عندك يا حال وهذا يعني؟ اي مطلقه. زين يعني فراغه خوش. انت الليله تاخذين رقمك وتحطينه عند هذا، هذا ينام مبكر ما ادري ياخذ حبوب ما شيء ما ايش قصته. قط انا مستعمل هذا صندوق بريد ما علي، اخذ الاوراق وادقدق على العالم. حطي رقمك وانا الليله الساعه 12 اتصل فيك. 12 متى؟ الظهر بالليل يعني. شوف والله شلون اتصل فيك الظهر خباز انا والله. 12 بالليل وشغلنا يبتدي 12 وطالع. وش تبي فيني بهالليل؟ انا لله بتحرجنا هذه انا لله. خلينا نشوف انت انا مو معينك رئيسة اللجنة الثقافية والترفيهية. اي عدل خذ ثقافية الصبح الترفيهية متى والله؟ افتكر واضحة ما فهمت يعني. الليلة تقعدين بالتليفون واول ما يرن التليفون برن برن شيلي برن برن شيلي. لا يكون تنامين. لا ما نام. لا يكون ازعل. اي تديري بالك ازعل. برن برن شو تقولي؟ شو اقول بعد اقول الو؟ الو ايه الو مو صبي عند ابوش. انا رئيس المجلس. انا ابي حنان، ابي صوت ناعم، صوت حلو، ابي حنيه. برن برن مو الو الو مو عندي لشمة، عندي فرقه بن حسين. الو عندي فرقه معيوف. عندي الو خطيبتي طايحه بكبدي. برن برن الو عدل هذا اللي ابي. برن برن الو عدل بعد ابي انعم. برن برن الو وي وي يعني كلمه تطولينها كلمه اشوف. برن برن الو وي وي كذي انا عينك مكاني ما قاعد اخدمك انا. ايش اقول؟ وانت تحطين رقمك بمخبات هذا ترى هذا نجس بالنجس. هذا كلب نعود. هذا انجس مني ترى. اي والله بعدين ها معروفين هذول قضبتهم قضبت كلابتين. لا وي اي ديري بالك من وانت تحطين الرقم. ها برن برن الو هلا والله. برن برن يا عم كنش تسوين هذا وهذا. برن برن الو مالت عليك. برن برن الو سلطان هلا هلا والله هلا بهالصوت يا بعد طوايف هل سلطان واحد ورا الثاني. قولي بابا تدلل وش تبي؟ ما يامر عليك عدو. حاضر اهنيك على المنصب الجديد. وانا بعد اهنيك على هالمنصب رئيسة اللجنة الثقافية والترفيهية. اقول سلطان هلا ايش رايك لو رحت تطلع رخصة من وزارة الشؤون حق المجلس؟ اي تحطني انا نائبة الرئيس. اي واحط اسم الرئيس ونطلع قناص ونجمه برا. كفو وش اللعبة؟ على وجهك. ليش تخلف تسريحتها ليش؟ تسريحة امك هي؟ لا امك ايش عليك بهن؟ ما تقدر انت. لا تسعي على وجهك، عندنا اجتماع سري وضروري. خير ايش تبي؟ وين العدة؟ هاتي للجد وذبحتني. ابي هذا مفضح مفضح كذي. تبي عشان المفضح. ما تدري ان اليوم الاربعاء القعده والطقطقه والعشاء دقدقه وفي عشاء في عشاء اي واحد خبر تكفى عشاء. وين الخبر؟ تعال 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 ايش عندك هناك؟ انتوا عده؟ نعم عده. اي عندنا عشاء. شنو عشاكم؟ لازانيا. بل هذا دواء هذا مو عشاء. يلا يا بنات يلا 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 يا مجوله يلا اخذي راحتك الليله. ها قبلتي؟ نعم. لا لا عادي. يلا يا بنات يلا اخذوا راحتكم. هاي بنات يلا يا مجنون يلا يلا حبيبي يلا يا طير يا
يعني صدق ما تستحون على ويوكم. هذا رجال المستقبل مسطرين شيكم العاب باربي يا جليل الحياه. ايش خليتوا للحريم؟ ايش خليتوا للحريم اللي مسي على وجهك؟ ليش خالتي ما سوينا شيء غلط؟ غلط لا، حمرتك وكحلتك وشويه شواربك تقول وجهي راقه صاير مو عيب. اهلكم يدرون عنكم؟ ايه ويعي الله ما اعطيكم خير، استثمرون نفسكم لديرتكم مو بهالخرابيط. خالتي هذه حريه شخصيه، رجاء ما نبي نصايح من احد. والله الحريه لها حدود مو كذي، عيب عليكم انتم رجال المستقبل. خالتي يعني احنا احسن من اوروبا، يكون بعلم اشترى اوروبا يسوون كذي والعن من كذي. بعدين لا تنسين ان هذه العولمه. قالت على هالعولمه اللي تعرفها، كان زين نرد حق بيت الطين والكنديري اشرف لنا. ردي بروحك. بعدين الخرب فيه اشياء وايد زينه، ما بقيتوا الا هالشين. بس ما دام اهلكم يدرون الله الهادي. يلا يا بنات قوم. بالغرفة اللي أجرتيها؟ إيه يا جميلة، هذا البيت اللي يشرح الصدر مو الأول اللي كل شيء مكسر فيه؟ حبيبتي الغرفة اللي أجرتيها لها ميزات، ميزاتها لها بابين، باب تطلع على السطح وغرفة الغسيل، وباب تطلع على الحوش، وأجارها هني أغلى. تبين الصد؟ إي تستاهل من يدفع لها. سالفتك أنت، لا يكون متولع بواحد من سكان البيت. لا واسم الله علي أنا ما عندي هالسوالف، ما صدقت أفتك من ريلي مرتبوي هالدورة يهني وأدور هالسوالف. بعد. لا مبلا عندنا ديايه فيها بيضه مضايقتها. لجمه وسم هذا انت؟ اي انا. وشايف شنت الحلايا وياك؟ مشاعل اجره الغرفه الفاضيه اللي ماني موافقه. وانت شكو؟ البيت بيتي وانا حره فيه، أأجر فيه اللي ابي. نسيتي ان احنا سوينا اتحاد ضدك وانا نائبه الرئيس؟ ليش يعني عيوني؟ انت مو امس مسحبه من المجلس؟ خلافات عائليه حليتها ويا خطيبي. ومجلسكم هذا من يعترف فيه؟ الشؤون، عندك اعتراض على الشؤون؟ الحين سلطان بنور بالشؤون بيبون ترخيص بحطه بعينك. لا حجه البقر على قرونها حبيبتي. يلا عيوني مشاعل، اوريك غرفه الغسيل الفاضيه اللي فوق السطح، يلا. يلا حبيبتي حره. الله لا يوفقك، تلقط لنا هالخمام وتجيبهم بالبيت، ما صار بيت هذا. نصبر. لمدة الصبر هذا. بشرب. لا بشرب. الحمد لله. يضربون الباب. لا والله. ليش؟ خلونا نوقع على تعهد بعدم تكرار هالفعل الشنعاء. شنعاء؟ نعم. واحنا بنناسبهم؟ ممنوع يا نجمه ممنوع. وشنو الغلط اللي بنسويه؟ يا بنت الحلال شرحنا هالكلام بالتفصيل الممل. ما رضوا. قلنا لهم عاملونا مثل ما تعاملونها الجمعيات الخيرية اللي تارسة الديرة وإعلاناتها بكل مكان. همار عدل الكلام. وش اللي عدل فيها لجمة؟ أنا ما مداني أكمل كلامي إلا واثنين زاخيني وحاثيني بالشارع قدام مجمع الوزارات. كلمتوا قناص؟ كلمنا. قال بيروح يشوف الموضوع بنفسه. لا بس ازهلوها خلصت إن شاء الله. ما دام قناص بيروح خاصة. أكيد خاصة. شنو أكيد؟ تهجى فعلا يعني قناص يسويها؟ يجيب الموافقة. لا يجيب قناص يجيب. شلون يجيبها؟ ايش حق؟ جيبها ابن الحلال ما عليك. هلا هلا سلم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شنو هذا؟ لا تخافين يا عيوني لا تخافين، هذول المستأجرين. شوفي حبيبتي، دام وقعنا العقد وخلصنا كل شيء روح جيبي باقي اغراضك. بعد شوي بروح القط باقي اغراضي واجيبهم. هذا ما كنا صوت مشاعل؟ اي نعم مشاعل. هلا ومرحب. هلا مشاعل هجرت الغرفه الفاضيه اللي فوق وصارت جارتكم. شفت يا بقى الناس هني علشان تصير قباله 24 ساعه. لو سمحت عن الغلط. تحاجيني؟ لا حاجي ابو انور. وانا ايش قلت غلط والله؟ اي ما تعلميني، انا البارح سامع كل سوالفكم بالتلفون وعارف القمنده. السالفه فيها قمنده؟ عيل بزيد الاجار، ليش 10 دنانير؟ حسبي الله عليك يا ابو انور،
لا 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 تدعين، ترى الضرير لحوله. ايه كل هذا ما تبين ادعي عليك؟ وقطيع انا شو موقفني معاكم؟ اروح داري ابرك لي مالت عليك انت وياه. أوه. ليش عيونك؟ تبين مغازل بلاش؟ لا حبيبتي، انا كل شيء والحساب عندي، حط بالك. اقول سلطين سمعت ما كنا صرنا طوفه هبيطه؟ الا الا هبيطه هبيطه الا خلني اروح له تكفى. لا 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 خلني الحقها. افا عليك اخا ادبهلك. حط عقلك بعقلها. خلني ادبها. خلني خلني اروح. خلني اروح. خلني اروح. لا تهور فيني حر. خلني اروح له تكفى. لا تهور بعدين. راه يا القهر راه يا القهر. افا افا اسم الله عليك من القهر. خلاص يا اخوان انا عزمت هاجر. افا وين؟ بروح استراليا. استراليا؟ اترك الديره ما تصلح لي. ها اي نعم. وش تسوي باستراليا؟ اربي غنم اربي بقر ابرح من امقابكم والله. كل شيء ممنوع وكل شيء ما يصير في الديره. ما ادري منو صاحبنا، ما ادري منو راعي القرار في الديره والله. جناص جناص بشر وش سويت؟ سويت حالي حالكم حالي حالكم. حتى وصلت لي اخباركم قالوا انا ماخذينكم قاطينكم سياره الزباله ما ادري وين ودوكم. ما قلت لك ماكو شيء نخش بهالديره؟ ها قناص بشر. شو يبشر يا خلاص؟ حاله من حاله. رفضوها؟ رفضوها ايوه رفضوها. السبب؟ يقولوا والله الاتحادات والنقابات والاحزاب هاي ممنوعه من العباد عندنا. ومن اللي بيسوي حزب؟ قلنا لهم يبوا ما عندنا حزب احنا اتحاد عادي. قال لا لا هذا تمهيد للحزب. عجيب. وطيب والاحزاب اللي تراست الديره وقاعد اشك شكوك ما تخيط. يا سلطاش انا خليت شيء ما قلته. قال ما عندنا احزاب ورجاء نحترم نفسك لا حولك المخبر. نحولك المخبر ولا تسكت. قلت لهم لا والله اسكت. ايه الظاهر يا قناص هذول صاروا عميان صاروا مثلنا ما قاموا يشوفون. لا والله يشوفون ويدرون عن كل صغيره وكبيره. خلني ساكت بس. يدرون ان عندنا احزاب شق شق ما يتخيل. اي نعم عندنا حزب حزبين ماكو اللي يبونه يصير. وللاسف حتى الحكومه تسايرهم بدأت تسايرهم الحكومة. أي نعم صدقت. نعم وكله من الحكومة. الحكومة تأخر أشغال العالم والناس يضطرون يروحون ينضمون الحزب هذا. أي نعم حزب مسكت. نعم إذا تاجر يرزونك إذا موظف يوصلونك حتى وزير. أي نعم صدقت. شوف ديرتنا للأسف في والله هالديرة اللي هي ديرتنا يا عندك حزب هذا اللي تنضم لهم يرزونك، عندك جريدة تحكم، عندك بنك تحكم، غير كذي روح موت، روح موت أحسن. زين قناص. نعم. ليش ما نسوي مثلهم بالخشب والدس؟ أي خشب والدس يا لجمة. يا بنت الحلال هذول شغلهم أشكرة علني، عيني عينك، يا جماعة إحنا جميلة هالجميلة ما نقدر نقول لها كلمتين. لو نحاكيها من باكر قط اغراضنا بالسكه وتاجر البيت هذا على 70 عام لغيرنا. والله عدل كلامك. زين انت ربعك وايد شوف لنا واسطه. انا ما تبطين شدي الا قلت ربعي الطيب فيهم كان واحد احنا ساندين عليه. كان فراش يشتغل عند وزير شهرين، الوزير هذا قضى بلا اي وزاره ما ادري اي وزاره شهرين. ما ادري ين ما ادري استمرض، شالوا الوزير وراح هذا. وبعدين باقي ربعي يا جدد له ليسن يا جواز هذا حجهم. لان ما لهم مصالح مع الكباريه ما يستفيدون. خليني ساكت. اقول قناص. نعم. انا عندي فكره اقولها. قولها قولها. اقول قول اقول دام انهم رفضوا ترخيصنا. اي وش رايك لو قربنا اتحادنا الى مكتب تخليص معاملات وفتحنا المكتب هنا بالحوش وبدون ترخيص؟ والله خوش فكره. فكره ممتازه يا قناص. يعني انت تعاند. ها ها خوش فكره. زينه لين يا فاهم بايقها. من منه بايقها؟ من كوفي انا. انا افكار. لا يا قناص ابن الحلال وش بلاك. انا ذكي ذكي. اي صاج تدخر ذكى انت. انت مو هذا مثل صاحبك يخرخر ما شنو تحته. والله يا قناص خوش فكره. يخرخر ما شنو ونمل ترس كله نمل حضره السكر. اي والله اي والله. لا والله خوش فكره. خل نسويها نبي نعيش حالنا حال غيرنا. انا بسال سؤالين بس. تفضل. خلوني اسال سؤالين. يا سلطان يا ابن الحيس. نعم. انت قصدك ان ننقل مكتبنا نجيبه هني بالحوش؟ بالحوش بدون رخصه. بدون رخصه جطل. ها 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 انت قلتها صحيح. وناخذنا على كل معامله المقسوم ونمشي حالنا. نعم صار. عيال سمعوا لا سويتوا المكتب هذا كل معاملات وزاره الشؤون علي اخلصها لكم. حلو. وانا هالاسكان كل الحراس اللي يشتغلون هنا اخوياي. ممتاز. وانا الصحه. انت
قاعد حكومه بالصحه لو عندي ناس يمشون الداخليه كذي فر يفرون الداخليه. لا والله اي زين احسن. منو عذيله؟ مشاعل عبد الصمد يحلى. واحنا اوه هاي ما تحبها نسيت. وش دراكنا بالداخليه؟ لا لا تاكدت ولا بتشتغل الاوقاف مو الداخليه. لا اي بس بعدين انا يعني تهاتفت وياها البارح الحقيقه بس ما وصلنا نتيجه. ولعلك ما توصل نتيجه معاها. صدق لا قالوا يا غافلين لكم الله عيل ما تدرين مسكينه يا لكمه البارحه نايم وياه هو على التلفون طول الليل مسوي مخده. اه يا الفتان انت. ليش ليش؟ اللام اللام فيك. ليش ليش؟ اللام فيك انا. ليش؟ ليش؟ اللام فيك انا. ابي تقصد؟ هي عن شلون اللام فيك؟ ليش؟ يا الفتان. ما فتنت. البارحه وياه على التلفون. الله شو يسوي فيك اكثر من كذي بعد؟ السكر طاق عندك ماكو العبرات ماكو ماكو 6000 هاي 6 ملايين فيك تمشي وتقوطر حدر كنك كنك قله تمر مو ريال ها والعيون الحمد لله اللي الله فضل البومه عليك البومه البومه كل عين كنا سيدي وانت ما تشوف حدر يا بنت الحلال هيبه ما عليك راح راح يا والله يوزج علي راح زين لا 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 اجمع لا اجمع خفي على الناس شوي ترى مصالحنا مصالح الناس وقفت واحنا الحين بدينا الله يهداك يا سلطان من باكر من باكر بزيفها ذهب لكم الكشف القائمه بتنزل بالاسعار الجديده تبتدي المعاملات من 100 دينار ل 1000 2000 5 ل 2000 وشو له 2000 حق الموظف اللي ما يبي يوقع نقول له تفضل عطنا 2000 ونشيل التوقيع نمرطلنا كم واحد من المسؤولين تحت يمشوا شغله زين وال 5000 5000 حق اللي مقدمين على بيوت حكومه على 20 و25 سنه خليهم 14 حلو 12 من له حيله فليحتار اي نعم احنا طالبنا بالقانون وقاعد نقول يا جماعه خلوا القانون يمشي على الاول والتالي عمك اسماخ ما حد يمك ضيعوا القوانين هيبه القانون ضاعت والسبه والسبه ثلاث ارباع مجلس الامه للاسف اي والله ما حد ضيع هيبة القانون إلا ثلاثة أرباع مجلس الأمة هم اللي يمشون كل واحد ورا ساتول حطوا هذا ويبوا ذاك نقلوا هذا وحطوا ذاك راح القانون وطي راح القانون والمشكلة إن الوزراء يخافون منهم قاموا يسايرونهم عشان لا يستجببونهم ما حد أكلها إلا إحنا وإحنا هم يبوا ناس لنا حق بالديرة مواطنين الدينار علينا بالحسرة نقدم لهم مشروع إذا زين باقوا وإذا مو شيء قالوا مرفوض يا الناس نعم. كل اللي قلته صح وحلو ايه؟ لكن مسألة الرشاوي لا لا باكر تعم علينا ونسجن كلنا لا والله ما علي ما علي ما لا, لا 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 نسجن من قال لك لا ما علي ما ننسى لا تخافين لا لا شيوخنا ما يسجنون أحد شيوخنا طيبين والله لا يغير علينا آمين لا لا ما أنا أعرف واحد باق 5 ملايين يا أبوه محاكمة تعالي وليش بايك 5 ملايين تقول ها ليش بايك 5 ملايين تقول والله قص علي الشيطان قص عليك الشيطان قال براءة والله زين لا والحكم لا تعود مرة ثانية تقول حاضر يبقى 5 ملايين يقول قص عليه الشيطان انا ترى الشيطان حد نص دينار 5 ملايين يبقى له 9 سنين يعدهم بس والله كاسر خاطري شيطان يبا ما من له حيله لا 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 مو بهالطريقه ما علي منك مو بهالطريقه شنو علي ليش انا اقول لك اللي تقوله لك ما عدل تبي إيه؟ تنسجن سجن بروحك ايش حقك تسجننا معاك انت تشوف عاد انا كم مره قايل لك انت لا تحكي ليش ما حكي لان انت كل ما قالك لا تسمع كلمه عشان على قلبك اكيد لا لا صح لا تقول صح يستاهل يستاهل صاحبي ما عليك من هذا الناس ما عليك من يا قناص لا تحور قلبك شب اصوت شب قناص لا تحور قلبك والله الدينار متغلص يا قناص تكفى ما حد يقدر يطلع اللي انت انا ادري ها ما حد يقدر يطلع الدينار اللي انت والله اي انا عارفك وش دراك قناص انا اعرف ايش اطلع يده طلع قناص طلع يده ما يصير شوف يا عاد يا لكمه لا الحين بيك تراك ترى عاد اي لكمه دينار متغلص ما حد يطلع غيري صحيح قلت لك
حدر الصخر حدر الصخر قبل الجيمة معظم الدهر حلي أشبع عزمة أشبع قهر تشبع قهر صبري بس شوي ويجيك الخبر صبري بس شوي ويجيك الخبر الحق العالم ترى دار الفلك ارضى بالمقسوم لا تعيش بالكلك دار الفلك دار الفلك دار دار الفلك دار خلي دور وخلي عور من مشبشورج هلك حتى لو دار الفلك حالي من دونج سلك من مشبشورج هلك الفلك دار عند قناص الحلول حتى لو صعب الوصول ومن صبر دايم قدر باشر يجيك الخبر الفلك دار الفلك دار الفلك دار الفلك دار دار الفلك نعم قناص تخليص المعاملات ايه هلا والله اختي سعر حياك المكتب ما يصير خاطش لا طيب يلا مع السلامه قوة طارش هلا هلا والله ها بشري سويتي هاك هذيل ست معاملات خلصوا حلو والباقي هذيل نرفضوا ليش سعرهم بالنسبه لي وايد غالي عادي يا مشاعل نرفع السعر على الزبون شيء بالذات ما نقدر نرفع على الزبون لأن المطلوب مو فلوس عيل شنو؟ أنا أنتي؟ إي أنا اللي يقول لي شاش تين عيد ميلادي بالمزرعة واللي يقول لي شاش تقضين الويكند عندي بالشاليه أوه عسى ما يعزمون أمي بالشاليه بعد وأمك وي شاليه؟ أمك على عشايفها هذه وايد عليها الجواخير الله يهداها أنا قايل لها قصبوي بس ما تسمع ما أدري تحلبهم بالليل ما أدري شو أسوي زين كذي فشلتني بدل لا قصروي قصه ويهي المهم هسه معاملات هذيل خلصوا والباقي ردهم لاصحابهم ولا اقول لك شوف قناص يمكن يقدر يخلصهم مشاعل بعد حاولي معاهم مره ثانيه لا طارش انا مالي شغل بهالسوالف انا تعبانه ابغى ارتاح وانت عاد كيفك تصرف هوف كل شيء يبون مقابله شيء على طول على طول على طول لا ولا ربع يا سلطان بعد شوفتين ما يمديني اقول لهم هذه المعاملات ابيهم صحيح فريرة طيران والخمسين نعم هلا بطارش هلا والله هلا شلونك هلا وانت وين عزمتوا انتوا اشكالكم من ام الوفرة على طول الوفرة وش يودين هالوفرة يا الخبل؟ ها شو يودين هالوفرة؟ رد علي شو يودين هالوفرة؟ أنا مو باط شبد إلا أنت أمير الظلام عطني عطني هاك هاك بس هاك دلين أظلمك ما ظلم يدي اسمع ها. كل المعاملات اللي عندي خلصتها لكم بساعتين كفو وانت يا سلطان خذ 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 خلصت عليهم كلهم قضيت عليهم ولا معاملة تهمس عندي كفو والله عليك صحيح على طول أوه لا شبه يمي؟ ها يمي شنو هذول الكراتين؟ غيرت نشاطك؟ لا يمي هذه هذه كراتين الأدوية كراتين أدوية الكوليسترول والتنك الديرة كلها متنكة من الغلقة والمحاتات يا نجمه يا كوليسترول نعم كان يبتي أدوية الضغط السكر تدري الكويت كلها ضغط وسكر السكر والضغط مقطط في المستوصفات بس هذه أدوية غالية ما يصرفونها إلا حق الهوامير. هي الهوامير وشلون قدرت تطلعين هون؟ بص يا حليلك يا سلطان وايد مسيين بالوالدة. يا سلطان هذه لجمة حطها علي منار. روح له خوف روح. زين وين قناص؟ ها؟ تبين قناص؟ إيه.
روح يسأل مشاعل. مشاعل ها؟ إيه. أنا قلت هذه جات من قرأتي. بحاتيها ولا بحاتي رعد؟ لكن أنا أراوي. أنا أراوي. هي سليطين. هلا هلا. تعال وينك؟ ها وينك وينك؟ أقول. ها خير. خربت بينهم. ليه؟ علشان تهد قناص وتزوجني. يا ابن الحلال اندرى في قناص داس بطنك. فكنا زين. 16 سنة قاعدة تنطر قناص. شنو؟ منو قناص؟ ما تعلمني؟ عندش عليك. شوش علي؟ وش اللي حارك؟ منكم انتوا يا الاثنين ها؟ منكم انتوا يا توم وجيري انتوا. ما حد عارف لكم غيري، عسى ما افتش عنكم الا حش فيني. غلطان، احنا ما نجيب طريق الا بالخير صدقني. كذاب، اكثر واحد يحش فيني انت يا الملعون. شو الكراتين المسطره بعد؟ هي كراتين هذين؟ اي كراتين لجمه. لجمه قامت تبيع بيره ترى كمل. كمل. كراتين ادويه الله يهداك. طلعيني طلعيني قناصه. ادفني في جنيب. انا ما ادري وين نسكن بعد؟ ظلي مشينا كل اشوف لي بيت ام الهيمان والله. صدق يا مرا عيب عليك مرش كبر شايف. مو مني مو مني. تطلع كبر بنتك يوزي من هالعاده. مو مني صدق. من هذا من هذا ما سويت شيء ما سويت شيء. عمري ما مديت ايدي عليه. شافي ما اقدر ادش عليها لان مو على ذمتي. لو حصل لي قاضي الحين يملك عليها املك عليها الحين. ادش انا وسبها بالعقال واطقها طق اليد اطلقها واطلعي والله. اي قناص شفت ايش سويت فيني متشعت شعري. اي 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 صعارير اخاف مو منها. اي بلا بلا. اي كنا حصان كنا شنو كنا لومي اسود نشم شغلاتي والله. حتى انت الله خير بعد انت يا بعد شبدي لا تحطين حالك حالها هذه خبله قاضيه. دام انها خبله وقاضيه ليش خاطبها؟ ها؟ ما انا ادور الرخص بعد من يبيني كبرتي وتطبخ لي وتغسل هدومي يعني كاسره خاطري. ايه يعني ما تحبها؟ والله الحقيقه انا الحقيقه عقب ما شفنا بعض الناس اتضح اللي بيني وبينها نزوه. والنزوه يبي لها دزه كذي ها دزه كذي من بعض الناس وتفج. ايه عدل. ما ادري عاد اللي نبيهم يدزوننا شو طالت السالفه. ما ادري يعني شلون يعني نبغينا لا ما ادري. ما تدرين؟ اي ما تدرين ها شلون يدز يعني ها يعني لا تنمدل لا تنمدل. اي ما يخلون شوف شلون الخبل ما ادري من داز علينا وانا ما الراحه ميلي. نعم اخ جاسي ها ليش وش فيك؟ تلونت انا دين انت دين؟ ايه وانا دين. عندك هذا الحكي؟ وين العدة؟ ترى عذيتني الله يذيك. شنو انا معطيك توت تنقل انا؟ بس حب صوتك لعنت الله عليك وعلى صوتك. صوتك طلع علي اغمع السوق اخذه. دين عمي انا خليت عمي. شنو؟ انا خليت جيب لي اش اش. اش بخيطان؟ تدري مكان الاش عدل برمثيه. نادر ما عليك منه لا تحط عقلك بعقله هذا مينون قاضي. مي والله ايه؟ مينون قاضي والله. قول قناص. هلا هلا عمري. بغيتك بكلمة. اسف قلت لك عمري ما يخالف. ما يخالف بعد. اقول قناص. حياتي قلناها كلها غلط. بغيتك بكلمة راس. خير؟ كلمة راس. ما فهمت يعني شلون؟ يعني تاخذين راسي تسولفين فيه؟ مو مستوعب الجملة. كلمة راس يعني بيني وبينك. راسي بس. لا. يعني تبين بس الراس. كلمة بيني وبينك. يعني كلمة سر. سر إيه. سر. الحين عرف. شوف عاد. شل هذا. أقول إذا شيء يخص الشغل بعد شهرين. إذا شيء فيه حب وفيه عواطف لي أنا الليلة. لا هي تخصك. تخصني؟ شنو يعني فيها حب و فيها برتوات؟ زين سمعينا شويه من عندك. ما قلت. قام يغرق. هذا قلبي ترى. هذا مو بلبولي. هذا قلبي. الحين ما اقدر محظوره. ها؟ محظوره. لا سمعيني تكفين لو شويه. ما اقدر محظوره.
ورب عشان يطالعنا. لا لا ما لا ما اقدر الحين. بعدين لا في في بعدين ما الله اقدر. انا اللي هذا لا مو لك الحكي اقول ما يخاف سمعيني ما اقدر اقول لك محظوره محظوره محظوره. بعدين هالحكي بيني وبينك الحين بروح داري. ها باي. اوكي باي. محدوله تبيني انا؟ نعم الحقها طبعا تبي. محدوله اي نادى انا محدوله روح بعد بعد محدوله بعد بعد والله يا عمي والله والله لا لا عمي والله بقول لك تي انا بقول لك ترجم وتعال. عمي انا خليت انا عندي طلب. شنو هذا الحكي؟ طلب تعير. انا عرفت الاول عشان تقول لي تعير. عندي طلب تعير عنونو. هاي حكي انا شنو الحكي؟ عندي طلب. ها؟ طلب اي اي وبعد؟ تعير. يعني صغير؟ اي زين وبعد؟ عنونو. عنونو شنو بعد؟ اطعم اللي حد تعير. دعاية تعير. ايه دعاية. خير تفضل. ها؟ تفضل شنو؟ ابي تقول. شنو؟ تقول. هذا نوع من الاكل يعني شنو؟ ابي تقول. شلون؟ هذا اللي اتقل هذا اللي يروحون التمح يندون الدهن. في شغل هالمره انت الله يهدا شو شكلك وانا وديك الله تقبلني يا عمي لا حول ولا قوه الا بالله شو شكلك حط لي واته ان شاء الله انت اكبر اخوانك ايه انت اللي تكد على اهلك ايه ما قالت على الاهل اللي تكد عليهم انا عارف ناس من الاعلام هذا ايه ايش رايك تشتغل مذيع بالتلفزيون نشرة الأخبار بررررر قطة وتمشي الله أطلع بالتلفزيون أدون هنا كوي علشان شوي ولا ندرع مين على وزير الإعلام زخينة ومودينا استجواب لا يبقى الله يستاهل الله يستاهل ساكن صبخة غابة ساكن هذا تيجي يسوي إيه لو أقول لك ما تصدق تيجي هذا يولد لك طاولة فوق ويطير دياي حمام أدري العادة حمام هذا يطير دياي دياي شلون دياي والله شوفت عين شايف دياي يا سبحان الله دياي أول ما يشوفونه اطقهم البوها من فصل مطلت
انت ما عندك موهبة، ما تعرف قصايد، تكتب قصيدة، ادق لك على آلة ربابة ما تعرف؟ بلى لا شو تعرف؟ أغني يعني مطرب؟ إيه مطرب بلد التليد. حلو والله يستوي الحرب وهالأيام كود بيز المطربين لا وكلهم مثل مثل شنهم دياي مكاين كل واحد أغنية يا قلبي وانا يتحمد قلبي وانا يتحمد أنا وانا أنا وصورهم على الاقل تطلع صير مطرب الوحيد مطرب الملجا الاول الاول انا حطوك يمهم تيدي وحط بعد فار يمك انا صوتي حلو والله ايه صوتك حلو عجيب صوتي عجيب الله صوتك علي توت صوتي حلو عجيب عجيب توتي انا سامعك ما ولا عجيب عجيب علي توت عمي لا تعلم احد لا تعلم احد انا موهبه من الله هاي عطيه توتي انا ديجيتال 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 الشريط الصوره ديجيتال يا الاسود علي توت عمي انا تعال ادعد بالدهوة قلني إيه؟ من على توتي يددوني بالجوتي اي 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 هذا اي هذا عادة بابلية من ايام البابليين هذا اي عادة قديمة ردوا لها اي الله توتي حلو انا عجيب صوتي علمني عليك صوتي خلصني خلصني اوه ايش انك طاوة على مرزام خلصني اسمع اسمع الاغنيه هذه بس لا تطيح ها لا لا اسمعها ليتوت عجيب انا ايه عجيب الله بيجيك بيجيك التوت بيجيك الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر من اللي بينا الله تفضل يلا اسمع تلاحتي وما توحتي ساعة وأنا مجابلة خبلة عندي واحدة ثانية يلا 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 ولا خليت عني ولا واحدة ثانية الله عمي ولا عندي واحدة ثانية أنا الله مسخرني لك شنو ولا عندي شنو مسكون البيت هذا عندي واحدة بس يبي لها ردادة ردادة منين طل وين أصير لك ردادة يلا تقول ردادة إيش تقول لك بس أبي صوت أوه يا توت عجيب مع الردادة يطلع حلو يطلع أوه يطلع صوتي والله يلا طلع تعرف شنو دول؟ دول أنا ولا أنا ولا إيش حقك؟ ردادة أنا ولا أنا ولا لا مو تدي أنا هذا لا 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 مو تدي طلع ثاني لا على فوت وجهي على فوطه أنا ولا إيش تدي حاجة على فوطه عشان يطلع توتت أنت تعلق بتوتي أنت تعلق بتوتي أنت خد معك بدي الله يا روح خد اسمع يلا أنت دول أنا ولا أنا ولا يلا يبا يلا ما اختره هديت حيلي هذا تدخين تدخين يلا شنو هذا قفص الحواجز هذا ما شنو هذا الغلزانة ما شنو يبا هذا مطرب مطرب خبول انت احنا كان توتي انتلت ما لو ادري تخلصني يا معود تخلصني وراي شغل انت على طول دول انا ولا ان شاء
بدادة ها؟ إن شاء الله. أنا قاعد يقول أهلا ولا. يلا يلا. يلا غني. أهلا ولا. أهلا ولا. أهلا ولا. لحظة لحظة. 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 أهلا ولا. لحظة. أول مطلب بعدين لدادة. بعد. يعرف الأصول بعد. يلا حاضر. يلا روح روح. داش الحمام. يلا عمي توتي مولادي تلع لا قول له ما شرب ما ادري تبيه ها ما ادري تعالي بني خلا بالجوت يا رجل بنت توتي يمكن من سد يمكن من سد لا ما ابي مو انت تقول تجي يقول تقول بالجوتي انت تقول قايل القهوه قبل شوي تغني الله يلا في تيم دا يدري شنو هادي شيلها رده 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 ليش كان عندك خوش مسنه اجرها طراري كنا يبهت كم من قسي ما يلا يلا غطى 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 مو شيء هاي مو شب مو 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 يبهت مطرب مو ليه ليه عطى صوت الله يلا داهد دا انت تقول انا ولا ها ان شاء الله يلا ترى يلا يلا يلا, يلا. تعلم يا تعلم لا تعد يلا تعد وين الغنية ليك ما تلين وين الغنية هذه غنية ليك ما تلين انا قاعد اقول لك اني تعلم يا تعلم ان شاء الله انا على بالي قاعد تنادي صاحبك هذه غنية حلوة ولا نقادية هذه نقادية يلا حاول حاول انا قلت دون انا ولا ان شاء الله ان شاء الله تعلم يا تعلم لا تعد انا ولا تعلم وهني شنو هذا بابا تعلم وهني سالم لقط سالم منو سالم كفيلي ايش اللي هذه الاغنيه قاعده تدور كفيل هسال الله لا يوفقك على الاغنيه باي ايه ادني باقلها يا باقل عدمي يا جنجلي عدمي تم لومي يا جنجلي يا بدوها يا بندرها تم لومي تم جاو يلا يلا تم جاو تم جاو يا سيدي خليت حمد ناصر يلبس نفلوم يدش علينا ولا يوفتك ولا يوفتك ولا حلوة هذه يا عمي يبا تنشون ايه انا بقول الا ولا وانت ركب اللي تبي يلا الا ولا الا ولا تعلم يا تعلم الا ولا لسانك طويل تقلني طلع لسانك شو تشتغل شل واحد موصيني على شل بوليسي حق مزرعته يلا لا تقول لا قبل يهون تم يعطوني شو يعطونك راس باشا ودياية بالليل لا بتقول انا تقلني شو تقول مختل عقليا ومعتوه توي معتوه موي من الشغل هذا اي تعال رزق القطاوة على الخاملات مثل ما يقولون لقيت لك مكان يدورونكم دواره مختل عقليا ومعتوه عز الطلب عندهم وين الداخلية والدفاع يا
يعينونكم بالداخلية والدفاع ويدربونكم عدل على الرشاشات على الأسلحة ولا خلصتم تنزلون الشارع ماكو الأمريكان وذلك اللي جايين دافعون عنا وحررونا برن ثوروا فيه وإذا يحاكمونكم والله مختل عقليا معتوه ويمشي والله قلة حياة والله عيب حلو ابوك ناس جايين يدافعون عنك تذبحونه ناس لو مو هذول جايين محررينا من هالكلب الايرب اللي راح كان انت واقف هالوقفه كان ماكو كان انت طشت الجيمر على راسك وبالحله جيمر أخوك الثاني خريات 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 وأختك الصغيرة ماكو تفاح بفسيوان تفاح بفسيوان وانت احط لي عربانة وابيع ابيع نخي شو اسوي بعد ماكو نخي وزقاير لبلبي لبلبي وصبحوا له طوالي لازم لبلبي لازم عور لازم والله عيب والله عيب والله والله تشتغل تلتي ها تقل لي تلتي تلتي اياتوني مددس يحطونك رجات يحطونك هاي تنبلها هاي تطقها كذي ما ادري كذا هذه قصه طيب ينني الله لا يبارك فيك ينني ما تقول ما تقول عمي ما تقول ما قتلت عمي روح يلا روح ابى اروح ابدل امي حلو الله روح بشر انا تلتي تلتي اديتهم كلهم يس روح يم يس يم انا تلتي اديتهم واحد واحد كلهم كلهم انا تلتي دوب حمامه بدا بالعنف مبكر تعال مشاعل عبد الصمد قالت لي تبي لي بكلمه راس اخاف اروح لها تبي سلف وانا ناسي بوكي بالوزارة لا لا يمكن تبيني بشيء ثاني خلنا نروح لها فتشوا البيت عدل امرك سيدي فتشوا البيت فتشوا البيت غرفة غرفة طلعوا لي اياهم كلهم من البيت هذا متروس مجرمين اطلع فوق جمال فتش عدل يلا فتشوا البيت فتشوا البيت غرفة غرفة فتشوا عدل نعم لقيت هذه الملفات وفي اختام زوالة داخل غرفة حطهم هني وفتش الغرفة هذه امرك سيدي يلا سيدي هلا الغرفة هذه فاضية ما حصلت فيها شيء فتش اليمها امرك سيدي شنو هلا بوضع غير طبيعي نزلهم الباص ناطر يلا سيدي هلا سيدي الغرفة هذه مدروسة أسلحة اقفل عليها وخل واحد من الأفراد يحرسها أبغى سيدي يلا سيدي هلا حصلت الكراتين داخل ايش فيهم؟ مدروسة أدوية في غيرهم؟ نعم حطهم هني ويجيب الباجي أبغى سيدي يلا بسرعة بسرعة هلا مصنع خمور مصنع خمور نزلهم تحت يلا الباص يلا تويا يلا 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 ودوهم الباص يلا يلا قلة حي يلا شنو وي 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 عتوني مضبط حسبي الله بس بس انت وياه اوقف يلا بس خله خله شنو هذا حضرة الضابط هذا رفيجي موصيني عليه عشان فيني حصوه احنا ننزل لك الحصوه بالمخور شلون الحين هاته هاته عمي الضابط تبي
احنا اول مره نشرب. بس ولا كلمه بس. ظلم انا ظلم. مو شغلك يلا عاد يلا. حاضر يبا حاضر، حاضر يبا حاضر، حاضر يبا حاضر. علام شوي شوي. سيدي حصلت الولد داخل الغرفه ومعاه مخدرات. بابا هذا مو مالنا والله، هذا مو مالنا والله. هذا مال سلطان بابا. والله هذا مال سلطان. الله لا يومجك، فضحتني. كف عليك. وبعدين وتريتها يعني؟ يه حتى يوم الاجازه ما نرتاح ببيوتنا؟ اديتونا الله يديكم. ايش هالصراخ؟ صاير بالديره، ايش صاير بالبيت؟ بانوار سم تكفل عقلي، حط لي محامي. ها محامي؟ هذا شو مسوي اللي يبي محامي؟ تاجر مخدرات. ها سلطان تاجر مخدرات؟ اشوف الخسيس مجابلني 24 ساعه اثر مو لله. هذا وانت ضرير؟ اي لو مفتح شو تسوي؟ صاحبك مو ضرير. ها مفتح يشوف؟ ايه فسخ نظارته يلا نزلهم تحت يشوف؟ مفتح ويشوف عدل. اشوفه يقول خلنا نلعب من تلفزيون ملون. قاف عليك وانت مصدق. جراني يا قاف لانكم الله. الله يا ابو انور. الله يا هالامه اللي طالعه من بيتنا. ذمتك. سوق شعبي مو بيت. ماكو اثنين يشبهون بعض. تشتبه انت ترى، ما ذبحتنا؟ ماكو عتا يلا نلف. ماكو عتا؟ لا. معك الرائد فرهود العرد. طفى. رائد؟ ويهل ايش فيهم؟ شاربي خمر. وي عسى مو مغشوش وعمو. حزام. لا تضيعين السالفة، الأدوية هذه لك؟ لا تنكرين ها؟ لا ميلي احنا مراقبين كل تحركاتك، ندري فيك انك ضايقتهم من الصحة. لا لا تذكرت مو بوق، أنا يوم تقاعدت أعطوني إياهم مكافأة نهاية الخدمة. نهاية خدمة أدوية؟ ماكو فلوس. عدل وي خميضية نعنوعة ما تهنينا بالحوش، بس كل واحد لا يضيق خلقك أشوف لك حوش غير الحوش هذا. يا عيب واي الاخ ساكن هني مو شغلك باين عليك سلس وسهل التفاهم وياك. لا توهق بس وقفت وياه يلا قدامي تحركه الثانيه ابو حميد تحركه بعدها وي وي قدام اقول لك يبا ما كفرنا ما تكفر حكي يبا ما وي 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 خلي الواحد ياخذ راحته. صاير شكو حسبي الله عليك فلاني. ليش؟ شو مطلعك عندها بقشداشة النوم؟ يبا أنا متزوج على سنة الله ورسوله سكاتي. إيه؟ تزوجت علي؟ أنا تزوجتك عشان أتزوج عليك. أنت خطيبتي من 16 سنة. خليك على السنة أنا تزوجتني خلاص. أنا أراوي. رجاءً خليك مكانك. تزوجتي يبا تزوجتي. يبا شو تزوجتي؟ جنيت أنت. ليش؟ هذه أنت من صدق ما تزوجتش أنا. وليش ناقصة؟ مرة 700 سنة عمرك الله يهداك. والبي انا اوقف فيك من طبيب لطبيب يا ضغط يا سكر يعني ليش؟ بنيه صغيره ردت روحي ردتني شباب وياها بعد ولدها مره واحده مطلقه كان ماخذها عيدي امين اول يا يا شنو ريحتها ترد الروح مو ريحتك يا فكس يا زيت زيتون فكس زيت زيتون عقب اسبوع زيت زيتون فكس طيب وبعدين انا كبرت بشوف ذريتي قبل اموت هذا مو عذر هذا مو عذر ذريه يبك ذريه انت في جينات بعد انا ابو جينات صابه حوله من سنه يدك هم هذا مو عذر نسوي استنساخ حلو علشان باكر تبين معايا ويسموني بودلي قوه بودلي ولا لا يطلع وحتى لو الله رضى عليك شفت لنا ولد بتبينا شنعي المفيدي ما نبي اي الندل اي الندل شنو؟ الحقني شو فيك بعد؟ او هذا هذا كنا من جماعه سلطان هذا سلطان لا لا ايه هذا مفتح اي مفتح مفتح لا ها سويت ليزر مبروك هذا قاس عليكم كل هالمده تاجر مخدرات عود اوه تاجر مخدرات؟ ايه هذا ومفتح وقاعد على هاي اللي ما هاي صدق والله شو مسوي؟ ما اسوي شو مسوي؟ قول صدق انا اقول لك لقوا عندي شويه حشيش ايش كثر؟ 5 كيلوات بس شويه يعني اي شويه انا ابوك 5 كيلوات هاي تخدر مجلس التعاون نص المحيط الهندي وانت ايش تبي مني ايش المطلوب؟ اليوم يوم توقف معاي كم؟ العب نفسي انا يا
يا هو ناسه يا نجمه. اي والله هذا اللي بنطرينه 16 سنه قلعتك تزوج وخلاص. سمعت ليها كان زين ما اخذتك يا ابو انور مو ناطرته. يمدي خذيه هذا مع طربوشه سهارته خذيه. يقول لكم درجنين طرار وحق المسايد هناك. يلا والله كفوش. يلا اوه المجنون راعد ايش عندك؟ قناص هلا والله. ما سوينا شيء قاعد نلعب لنقفه. وش تلعبون؟ ايش طاح لك؟ وش طاح لك؟ طاح حظي طاحوا علي. أبا اي والله الله يكون بعونك. هذا تايسون هذا ايش عنده تايسون؟ هذا معانا مع الافراد. ولا اسلحه منين؟ الغرفه هذه مليانه اسلحه. بيتنا هني؟ اي خيطان؟ خيطان هاي مو خيطان هاي قندهار هذا. ودهم سياره ودهم. لكمه شوف علمي علمي على سلاح علمي. شوف يا بحرة الضابط. نعم الريال هذا نصاب ومحتال ويسوي قامات بفلوس عنده اختام مزوره ويقرص الحليب بسوق اليمعه ويخطط اليهال ويهدد اهلهم وعنده جيب ابيض. لا ما عليك مهن اصدقها هذه كذابه. اولا ما عندي جيب عندي وانيت رجائي كذابه. وانيت ازرق مو جيب ابيض. بعدين حضرة الضابط هذه محتاره ليش تزوجني وخلاها الكذابه. يا الكذابه. اي انا عيبه كذابه. كذابة بعد ذبحت روحي ترى كذابة. ردي عليه عاد لا تزوج راعد عليه ترى. والله كذابة انا ابي عني برد قلبي. تشهدين عليه؟ اشهد وانا اشهد بعد وياها. شوف يا حضرة الضابط كل بلاوي هالبيت من قناص بروح حرام كلها. حط الحديد بيدة الا المخبر. مجرم هذا مجرم. مو شغلك كنا هامور طافح مع بطنه طايح. مو منك تغطي سواد وجهك. خذيه ترى ينفعك. باخذه باخذه. عرفت بالعافيه. مره. خذيه. ايش تنطر؟ هذا يبغى فقير مسكين ما عنده شيء. شوف فقير هذا فقير مسكين. ومن قال لك انه عنده شيء؟ انا سالتك. ليه؟ معناها الحين خلتني اشك فيك. فتش داره؟ لا ما فتشنا. وش ليش ما فتش داره؟ مراقبين احنا. لا مو من حقك. مراقبين. لا تراكوا بعض الضباط لهم السوالف شراكه حاميه حراميه. لا تخليني افضحكم. شاك فيه؟ اي نعم. انا اسمع خرخشه بداره. ولا يهم. فتشه مثل ما فتشنا. فتش داره. ما عنده انت اسود. اقول ايش يبي يلقى بداري؟ انا طول عمري نظيف، بعيش نظيف وبموت نظيف. اي عدل بتموت نظيف بيغسلونك نظيف وبيدفنونك عدل. خذوه نشوف ايش بيلقى يعني. لا تخاف ابا يا لجمة. انا خاف. يبين الحين برا شوف لقى بداري. حلو. شنو يا ابو انور؟ شنو؟ افلام خلاعه لقى بداره. صادو غير ما يدري شكو صادو. نرجع حق محور ابو انور. قناص هلا. خلونا نشوف محوره شلون صاير. ايش لك في محوره؟ محوره مثل وجهه مدخن الله يهداك. تعال هاك يبا هذا ما نبي يخذ لك. وانت هديته واحد نسوي غيره. نسوي غيره. تعال نسوي شوي. لا تضيع السالفه قناص لحظه. نسوي واحد افتح مثال. شنو؟ الافلام الخلاعه هذه اللي تقولون عنها اللي لقيتوها بداري؟ اي بدارك. ما عليك من قناص يا حضره الضابط. افو عليك. يا جماعة أنا أشوف علشان أحط أفلام خلاعة. لا يكون صايدنا مو ولا تشوف سماعي. أنا أشوف كل شوي داش الحمام وطالع من الحمام. إيش عنده؟ أي حتى إيش تعمل الحين؟ تفضلوا المخبر يلا. يلا يقوم. حاضر تفضل. تبي أعطيك فيه تنازل ولا تاخذه بدون تنازل هذا؟ روح المرور اذا هذا انا حوله لك مره. يلا تفضل المخبر. انا مشبه عليك انت مو عندك اخو الا ولا انا مشغله بالداخليه الا ولا خبل ترى شويه. معاك الرائد فرهود العرب. اوه مسرع ما رقوك. قايل لك يدوهوكم ادوارك. حش تامر يا. يلا تفضل المخبر. شاب حاضر. يا حضره الضابط قبل لا نروح المخبر كلمه بقولها انا اول شيء مو مسوي شيء. ما غلط تزوجت بالسر على سنة الله ورسوله. وهذيل هم عيال ترى هذيل اطراقات تفلوا بيوهم على كم اطراق يصيروا نوادم. لكن هالكلب هذا مال المخدرات هذا علقوه بالبنكه. علقوه لعنوا خيره. وذاك الطرفي الفريال العود اللي ها شوف شوف ذاك شيخ الضفادع الطرفي هذا جمبازي بطيء. انا بقول انتم اهم شيء عندكم امن يبا
مو كل شوي ألقينا القبض على شبكة ما أدري شنو ورقة الصحافة وروح ولا سيلاني وسيلانية هاي شبكة هاي شبكة شي سيلاني وسيلانين على بروحه وهو يقضي بروحه هذا هو يدش المقبر على باله بيت هو ما يدري لا يبقى شيء أقوى من كذي يا بعد شبدي الأمن مطلوب العيون عليكم احنا الحين الكل يبينا صرنا طوفه هبيطه عاد من اليوم رايح لا تصيروا كذي تعاضدوا تعاونوا انت رايح منطقه الحساوي بلاوي بيتين مثل ماكو اللي ما ادري خلط داخل الميكانيكي غير والصباغ غير خيايط ما ادري صج مع عيون مبقي غير سياره نجده ما تمر ماكو سيارة نجدة ماكا تعال بالك أكا ماكا روح الحساوي روح انتقل من الحساوي روح خيطان أهل خيطان بيعوا بيوتهم العوائل وسب المشاكل وينكم انتوا يا ولد ومجلس الأمة للأسف مجلس الأمة السلطة التشريعية للأمن أهم شيء لازم يكون عندهم قبل استجواب تأمينات استجواب الديرة راحت استجواب وتأمينات يا ولد ديروا بالكم على ديرتكم انت رايح صليبيه ما نقول كلهم يمكن اكثر من نص وذاك اليوم دشيت انا على بالي انا متخرج من الكويت كان اطلع جوازي قلت لك لا يبغى الديره اثنين مثل ماكو يبغى الديره وين ديروا بالكم تركوا قنابل موقوته بالديره والله قال لا يصير فينا مثل ما صار باليمنى ديروا بالكم يبغى ديروا بالكم هاي عزيزه ديرتها عزيزه علينا لها قيمه عايشين بخير هالديره خلكم حمد النعمه ترى النعمه زواله ودير بالكم والله بالله انا قلت الحشي وقد اعذر من انذر وقد اعذر من انذر وانتو كيف يلا اربش يلا ارهش